السلام عليكم ورحمة الله، عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير عنوانه المعطي تميزو يفوز بتحدي لعبة POS 2020، وتوج المعطي تميزو مهاجم فريق الرجاء الرياضي بتحدي POS 2020 اللي طلقوا ناديه الرجاء الرياضي بعد تغلبه على زميله بدر بانون في المباراة النهائية بنتيجة 2 أهداف مقابل هدف واحد، وتخطى تميزو في دور نصف النهائي سفيان الرحيمي بعد ما فاز عليه بضربات ترجيحية، بينما تغلب بانون على محمد زريدة، وكان بانون وسفيان الرحيمي اختاروا يلعبوا بفريق اف سي برشلونة فيما اختار زريدة فريق ريال مدريد، والمعطي تميزو اللي توج فائز بهذه المسابقة كان اختار يلعب بفريق ليفربول الانجليزي، وأكد فريق الرجاء الرياضي في تدوين على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه كينوي إطلاق تحديات أخرى مشابهة خلال الأيام القليلة المقبلة كتهدف لتسلية الجماهير الرجاوية وتشجيعها على البقاء في المنازل واتباع النصائح اللي كتعطيها وزارة الصحة. دفاع فاخر يهدد الكاف والجامعة بسبب الرجاء. وهدد المحامي البلجيكي محمد فاخر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف والجامعة الملكية المغربية برفع شكاية ضدهم لمحكمة التحكيم الرياضية الطاس لعدم اتخاذهم اي اجراء لالزام فريق الرجاء الرياضي باداء مستحقاته الموكله عقب حصوله على حكم نهائي من الطاس. ورسل المحامي البلجيكي الاتحاد الافريقي والجامعة كرد على مراسلة توصل بها من الكاف كيأكد فيها انه ما اتخذ حتى اجراء ضد الرجاء خلال مشاركته في دوري عصبة الابطال الافريقية على اعتبار ان المراسلة اللي بعت بها المحامي جات متأخرة بعد بدء مشاركة الفريق الاخضر في النسخة الحالية للعصبة، واعتبر المحامي فاخر تبرير الكاف غير صحيح واكد انه بعت بالمراسلة للكاف والجامعة قبل بدء مشاركة الرجاء الرياضي في عصبة الابطال الافريقية، واستدل على ذلك بقول الفريق الاخضر مباشرة بعد ذلك رسل الكاف للتعهد باداء مستحقات فاخر لتفادي حرمانه من المشاركة في العصبة الا انه ما وفاش بتعهده، ومنح المحامي البلجيكي مهلة جديدة للكاف والجامعة من اجل التدخل لالزام الرجاء باداء مستحقات مدربه السابق، مهدد باللجوء من جديد للطاس لوضع شكاية مرفوقة بالمراسلات اللي بعت بها الاتحاد الافريقي والجامعة دون ما يتخذوا اي اجراء، وكان فاخر حصل على حكم لصالحه كيقدم تغريم الرجاء الرياضي ازيد من 520 مليون سنتيم الا ان الفريق الاخضر مازال ما ادى هذا المبلغ نظرا للازمه اللي كيمر منها وحرصوا على اداء مستحقات لاعبيه وموظفيه في الوقت، الامر اللي كيحول دون توفير سيوله ماليه اضافيه لاداء مستحقات مدربه السابق فاخر. وحسب جريده الصباح فمحمد فاخر اضطر لبعث رساله للرجاء لاخباره بضروره تحويل مستحقاته العالقه منذ موسمين، وفي حال ما تعذر عليهم ذلك غيسلك مسطره اخرى في اشاره للعوده للطاس. الطاقم الطبي يبعد متولي عن الرجاء، وفرضت العملية الجراحية اللي خضع عليها مايسترو الرجاء الرياضي محسن متولي الجمعة الماضي ابتعادوا على تدريب الفريق الأخضر اللي كيخوضوها لاعبي بالحجر الصحي اللي فرضته السلطات. وضحت مصادر خاصة أن العملية الجراحية اللي خضع عليها محسن متولي بإحدى مساحات مدينة الدار البيضاء فرضت على الطاقم الطبي والتقني للرجاء إعفائه من التدريب أسبوعين وإخضاعه لفترة نقاهة إلى حين استعادة عافيته بشكل تام، ومرجح باش يخصص جمال السلامي اللاعب محسن متولي برنامج تدريبي خاص يرجع الى اثر التدريبات بشكل تدريجي لغايه استرداد عافيته وتخلصه من مضاعفات العمليه الجراحيه. الرجاء يحذر لاعبي خلال فتره الحجر الصحي، وفي تفاصيل الخبر كيواصلوا لاعبي فريق الرجاء الرياضي تدريباتهم بالحجر الصحي وفق البرنامج اللي وضعه جمال السلامي مدرب الفريق رفقه الطاقم التقني باجراءهم حصص تدريبيه جماعيه كتكون مراقبه بالفيديو، بحيث كتكون حصه واحده في اليوم الاول وجوج حصص في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث كيجري الفريق حصه واحده ثم جوج حصص في اليوم الرابع، وهكذا تيتم استكمال 9 حصص تدريبيه في الاسبوع الواحد. وحذرت اداره الفريق الاخضر اللاعبين من التخلف على التدريب إذ في حالة مخالفة النظام غتتم معاقبتهم بغرامة مالية، كما كتتم مراقبة أوزان اللاعبين بانتظام وبشكل يومي تحسبا لعودتهم استئناف التباري في منافسات البطولة الاحترافية ثم المسابقتين العربية والإفريقية باش يكونوا على أتم استعداد وجاهزيتهم الكاملة للاستحقاقات اللي كتسناهم وطنيا عربيا وقاريا. والحاج أشكر جماهير الرجاء على مساندتها خلال حملين لقميص الفريق، وعبر محمد الحاج المدافع السابق لفريق الرجاء الرياضي على شكره الخالص للجماهير اللي ازرته طيله المده اللي دافع فيها لالوان الفريق الاخضر، وقال الحاج في تصريح لاحدى المنابر الاعلاميه كنشعر بفخر كبير
حيت كانت جزء من تاريخ هذا النادي العريق اللي مروا منه عده اساطير. وضاف كما شاهد هذا الكل خلال المباراه الوديه اللي جمعت الرجاء بريال بيتيس الاسباني، فقد تم تكريمي من طرف الجماهير الرجاويه بتيفو رائع، وهذا كيدل على علاقه الحب والاحترام المتبادل بيننا. وتابع مازال قادر على اعطاء الشيء الكثير للفريق الام، وانا بصدد التوجه لعالم التدريب، ولهذا كنجتهد باش ننال الدبلومات اللي كتخول لي الذهاب بعيدا في هذا الميدان. وكيتعتبر محمد اول حاج منتوج خالص لفريق الرجاء الرياضي، بحيث صعد الفريق الاول موسم 2007-2008 وحاز مع الفريق على عده القاب وطنيه وقاريه، كان اخرها لقب كاس الكونفدراليه الافريقيه ضد فيتا كلوب كونغولي بكينشاسا. رضا الرياحي يطمئن جمهوره على حالته الصحيه، وطمئن نجم الرجاء الرياضي والدفاع الحسني الجديدي السابق رضا الرياحي الجماهير المغربيه، واكد انه كيمر بظروف جيده وما كيعاني من حتى ازمه. وكان رضا الرياحي ظهر مؤخرا في فيديو اخر وشارت حالته قلق الجماهير بالمغرب، وظهر في اخر فيديو ليه رفقه الابن ديالو في مقطع فيديو بحيث كيقضي فتره الحجر الصحي، وقال بالحرف: كنشكركم سؤالكم عليا، كنطمئنكم بانني بخير، وحاليا معنوياتي مرتفعه جدا بسبب هذا السؤال، انا ماشي مريض كما كيدعي البعض، وانا بصحه ممتازه. دي دي ار تنتقد برنامج الوداد وتؤكد انه تمت قرصنته. وفي محتوى الخبر عبرت صفحة دي دي ار وعدة صفحات رجاوية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على غضبها من قرصنة احد البرامج من طرف صفحة الوداد، واللي كان من ابتكار صفحة ديما ديما رجا قبل سنوات، بحيث طلق مؤخرا الغريم التقليدي برنامج عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، اختار ليه كعنوان دقة دقة، كيقوم بتقديمه الإعلامي عماد قطبي وطارق البخاري، وهو الأمر اللي أثار حفيظة الرجاويين وذكروا جماهير الفريق الأحمر أن طاقم دي دي إر كان سبق لهذه الفكرة، ومن العيب أنه تم قرصنتها بدون اجتهاد. الرجاء يوضح موقفه من تخفيض أجور لاعبيه، ورفض المكتب المسير فريق الرجاء الرياضي مناقشة فكرة تخفيض أجور لاعبيه في الاجتماع اللي عقدوه الجمعة الماضي بعد ما قدم الكاتب العام للفريق الأخضر عرض بخصوص رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في ظل الأوضاع الحالية، إذ قدم فيفا مقترح بإمكانية تخفيض أجور اللاعبين أو تعليقها إلى حين عودة المنافسات. ووضح مصدر رجاوي مسؤول أن المكتب المسير لفريق الرجاء اعتبر أن مسألة تخفيض الأجور كينبغي باش تكون عامة وبقرار من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، باش يكون قرار جماعي ما كيقتصرش على فريق دون آخر. وضاف مصدر خاص أن المكتب المسير للفريق كيحرص على الرفع من معنويات لاعبيه في الوقت الراهن نظرا للاستحقاقات اللي كتشهدها الفريق، لذلك ميمكنش ليهم مناقشة مسألة تخفيض الأجور وخا تكون ميزانية الفريق تضرات بعد إيقاف الأنشطة الرياضية. وهبي قرر الكاف بتأجيل نصف نهائي عصبة الأبطال الإفريقية صائب، وأكد سعيد وهبي الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي أن إدارة فريقه تقبلت بارتياح كبير قرار الاتحاد الإفريقي الكاف بتأجيل المواجهة اللي كانت غتجمعو بالزمالك المصري في مايو المقبل برسم نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال الناطق الرسمي لفريق الرجاء الرياضي أن تأجيل المباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي قرار صائب، بحكم أن الشغل الشاغل لكل الاتحادات الكروية عبر العالم منصب حول الأزمة الحالية. وتابع وهبي في اتصال هاتفي مع لو 360 سبور أن اهتمام كل مكونات فريق الرجاء الرياضي في الوقت الراهن منصب حول كيفية المساهمة وتقديم المساعدة للخروج من الأزمة الحالية بأقل الخسائر، وشار أن إدارة الفريق الأخضر كتسخر كل الإمكانيات لهذا الغرض. وضاف وهبي أن إدارة فريق الرجاء الرياضي وفرت كل الإمكانيات اللازمة للاعبين من أجل القيام بالتدريب بشكل جيد في الحجر الصحي للحفاظ على لياقتهم البدنية تحسبا لاستئناف التباري بعد انتهاء الأزمة الحالية. الرجاء يحدد سقف تبرعاته في مبادرته الإنسانية، وحدد فريق الرجاء الرياضي سقف التبرعات اللي كينوضخ في صندوق مواجهة الأوضاع الحالية 100 مليون سنتيم على الأقل، واتفقوا أعضاء المكتب الوسطي لفريق الرجاء الرياضي على المساهمة بمبالغ مالية مهمة إلى جانب مبادرة طرح تذاكر المباراة الافتراضية للبيع، المنح الجماهير الرجاوية فرصة المساهمة في صندوق محاربة الجائحة. كما غيتوصل المكتب المسير للفريق الاخضر بمبلغ مالي مهم من منخرطي النادي، اذ بدورهم نظموا حمله لجمع تبرعات فيما بينهم، وقرروا وضع المبلغ تحت تصرف مكتب الرجاء من اجل ارسال جميع المبالغ دفعه واحده، بالاضافه للمبلغ المالي اللي غيساهموا به اعضاء الطاقم التقني ولاعبي الفريق. ومدد فريق الرجاء فتره بيع تذاكر مباراته الافتراضيه ضد كورونا الى غايه 20 ابريل المقبل لفسح المجال امام اكبر عدد من الجماهير الرجاويه لاقتناء تذاكرها والمساهمه في انجاح المبادره الرجاويه. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد يوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاكم بأخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءة.